وكان زكي وكان عالتنوب بالدارنو مع المساكين ماشي اليوم الاول ولا اليوم الاخر احنا الحمد لله 20 عام كنزيد بالكحة الرياح دمالين كيف طبيعة الحال أننا شفنا المدينة ودخلنا للسوق وشفنا مكبرات الصوت اللي كتأثر تأثير كبير على التمدروس ديال الإعداديات والثانويات والمدارس العمومية والمؤسسات التربوية اللي أصبح الصوت ديال الباعة موجود في السوق قريب من المؤسسات التعليمية وهو اللي كيخلي الأطفال والتلاميذ ما يتابعوش الدروس ديالهم مع الأساتذة ديالهم وبالتالي كيشكل خطر عليهم. إلى جانب هذه النقطة غادي نلقاو رغم أن المغرب استقل هذه مدة وباقي خرجوا واحد الآلاف ديال الأطباء والدكاترة والاختصاصيين والصيادلة ولكن صدقونا هنايا شي أطباء واش قراو في أمريكا ولا في الولايات المتحدة ولا قراو في أوروبا ما عرفناش من يجيو عندهم الأدوية من كل نوع عندهم تحاليل من كل نوع وفي الغياب ديال المصالح الصحية التابعة للبلدية وفي الغياب ديال المفتشين ديال وزارة الصحة اللي خصهم هذا النوع ديال الأدوية اللي كتشوفوا أمامكم واللي كيأثروا على الصحة ديال المواطن ما عمرها كانت شي حملة. إلى جانب الأدوية اللي هي غير قانونية والتباع كنلقاو كذلك كرارس كيبيعوا كران يبيعوا الزريعة يبيعوا الحمص يبيعوا الحلويات وهاد الكرارس اللي ولاو يشكلوا في الأغلبية ديالهم خطر على الجوار والمحيط ديال المؤسسات. لذاك الشيء كنشوفوا احيانا كتلقى واحد مول الكروسه عنده شبكه نتاع توزيع المخدرات في المحيط ديال المؤسسه التعليميه. ولكن دوك حنا عندنا المشكل في واد الشراعه ومنفصل المؤسسه تما ذاك الواد راه منفصل قريب ما كاينش واحد 300 متر ولا 400 متر وكاين التاجر تما في الخمور وفي الحشيش وعندنا دوك التلاميذ كيرميو عينهم فيهم كيشوفوا ذاك الشيء هذا. والتجارة هذه راه جايه من تزاغين حتى لولاد مهله الواد الواد تجاره بالخمور وحنا ماذا بينا زعما كان شي زعما كان شي بحال هنايا في هاد الدروج هنا في الارض هنايا اخر الدروج باش ندخلوا للكودرون يعني كان زعما شي قري تما ولا شي ما بالثلاث باش بيجي يجري يوقف عاد باش يتمشى. من جمله النقاط السوداء كذلك اللي لاحظناها هو ممرات الراجلين كاين واحد الضغط كبير عليهم وكاين واحد السرعه كبيره اللي تشكل خطر على التلاميذ. واش ما فكرت السلطات المحليه والجامعات الترابيه في بناء قناطر اللي غادي تخلي التلاميذ يقطعوا الفوق والطوموبيلات يسيروا لتحت بالخصوص في ثانويات ملويه وكذلك الثانويه اللي قريبه للتزاغين حيث انها خصها واحد الكرياج وخصها كذلك واحد المراقبه قويه واخا يديروا تما حتى واحد الضوء الاحمر والاخضر باش يمكن يسمحوا للتلاميذ يفوتوا لان باقي التلاميذ صغار. الى مشينا عند نقاط اخرين اللي هي كتلعب دور مهم في الملهات هي الملاهي ديال البيار والالعاب الالكترونيه اللي موجوده قدام ثانوية أبو الخير وكذلك ثانوية الفيرية وغيرها من الثانويات حيث أن هذا اللعب اللي كاين هنا كيخلي التلميذ يبطل ما كيقراش وفي نفس الوقت حتى إذا كان عنده ديك الساعة ديالو فارغة ما يمشيش فيها للدار أو يمشي فيها لشي بلاصة اللي يمكن يراجع فيها الدروس ديالو أو يحفظ الدروس ديالو. فأصبحت هذه الملاهي تلعب دور مهم ماشي غير في الملهات ديال الطفل ولكن كاين الناس اللي كيبيعوا تما مخدرات بالجوار ديال هذه الملاعب أو داخل هذه الملاهي بالإضافة إلى المحيط ديال المؤسسة وداخل المؤسسة. الجمعية ديالنا كتشتغل على محاربة التعاطي والإدمان على المخدرات، فضلنا أنه يكون عمل استباقي للجمعية ديالنا قبل الوقوع في المحظور أي في شرك المخدرات، لذلك اخترنا المؤسسات التعليمية الابتدائية للقيام بحملات تحسيسية حول هذه الآفة الخطيرة.
ركزنا في الحملات ديالنا على طرح الأسئلة على التلاميذ لمعرفة المكتسبات ديالهم حول المخدرات. صراحة كانت الأجوبة جد صادمة، خاصة أنهم أطفال في سن 11-12 سنة، كيعرفوا كاع أنواع المخدرات المنتشرة عندنا في إقليم بركان. والأخطر من ذلك أنهم كانوا كيشرحوا لنا حتى الطريقة ديال استعمال هذه المخدرات بطريقة مفصلة، مما يطرح عدة أسئلة حول من يحمي هؤلاء الأطفال. الأسئلة الأخرى اللي كنا كنطرحها عليهم، واش سبق لهم شافوا هذه المخدرات، واش كتعرض عليهم خارج أسوار المؤسسة. الأغلبية ديالهم جاوبوها بأنهم كيشوفوا هذه المخدرات كتستعمل في الأحياء ديالهم، وكيشوفوا شباب اللي كيتعطوا لهذه المخدرات. غريب في الأمر أننا لما مشينا نقولنا على أن مدينة بركان ربما مدينة كبيرة وكيجوا لها كل من كل حدب وصوب ومن كل من هب ودب، قلنا ربما المدن الصغيرة أو القرى المجاورة غادي تكون ما فيهاش هاد الفضايح، لكن كما كيقول المثال حتى زين ما خطات الأولى والقلب القدر على فمها تشبه أمها. ربما أن هاد المسائل عندهم في مادغ وفي كافي مور وفي فحفير وفي أكليم واحد الخطورة أكبر بكثير من اللي كنا احنا نتصوره. هاد الأماكن اللي ذكرناهم كاين يجيب لهم المخدرات من كل نوع، من الجزائر اللي كتدخل كذلك من ماليليا المحتلة وكتدخل زيو، وهذا هو المركب ولا التوزيع الرئيسي كيكون من زيو، كذلك كتجي من كتامة ومن باب برد وإساقن وبني زروال. والخطير أن هاد المجموعة ديال تاع القرقوبي وديال ليكستا وديال الهروين وديال الكوكايين وديال السبيد وديال المروفين. الغريب في الأمر أننا لما كنجيو نقولوا فين كيتوزعوا هادشي، إذا لاحظتوا معايا هاد المربعات اللي كنشوفوهم قدام سيدي أحمد بركان وهاد الجرائم اللي كتكون نلقاوها كذلك موجودة في عند الواد ديال الشرعة اللي بناو ثم برارك بالزنك، وهما الخزان ديال جميع أنواع المخدرات. بالنسبة للمؤسسة ديالنا احنا كخارج على المدار الحضاري، ان مؤسسة يعني الجهة ديالنا فيها المخدرات منتشرة بكثرة. احنا في المؤسسة كانت شي تلاميذ كتعطاو المخدرات، احنا يعني العام اللي فات درنا يعني كما نقولوا التوعية والندوة التوعية وتحسيس التلاميذ، لقات رواج بزاف ديال التلاميذ يعني حضروا معنا شاركوا معنا، يعني كاين اللي قرر يعني يقدر يقطع داك المخدرات وكاين اللي ما قدرش. وهاد الجهه انا كنطالبوا بالسلطات المحليه ان السلطه البوليس المخزنيه انهم يجيو يحضروا معنا هنايا في الاوقات، يعني بنادم اللي ما كيقراش ما يجيش يجلس تما، حيتاش هما اللي كيوصلوا للتلاميذ اللي كيقراو كيوصلوا لهم ديك المخدرات هذه. الشباب لما يبدي يتقرقب ويبدي يتحشش ويفقد الذاكره ديالو ويفقد التوازن، كنشوفوهم كيجيو قدام الكيران اللي كيمشيو للخارج وكيحاولوا ما امكن باش يهربوا بجوار العجلات. لذاك الشيء كنلقاو واحد المجموعه ديال المصائب اللي كاينه عند هذا الكيران، وشحال من واحد اللي مات هو تحت الحافله. بعض حالات تعاطي الإدمان بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع المجلس الجهوي والمجلس البلدي، وتمكنت بالفعل أنها تعالج العديد من الحالات. تقريبا كان عندنا واحد 43 حالة تمكننا من علاج واحد النص ديال الحالات اللي تعالجوا، ولكن بعد فاش توقفت الجمعية دابا فاش كنتلاقى معهم الأغلبية نتاعهم رجعوا ولاو كيتعاطوا الإدمان. بالنسبه لنا احنا توقفنا لأن واحد الوقيته يعني مع الارتفاع نتاع العدد ديال المدمنين نتاع الناس اللي هم باغيين يتعالجوا، وقع لنا بعض المشاكل الداخليه في المكتب ديالنا ديال الجمعيه، ما قديناش اننا نواكبوهم، والدعم كان ضعيف جدا لدرجه انه يعني المجالس المنتخبه ما بقاوش كيدعموا الجمعيه. تقريبا من سنه 2014 كان اخر دعم. دونك كيفاش الجمعيه غادي تقدر تكمل تواصل انها خاصه في هذه القضيه ديال العلاج، لانها مكلفه جدا
يقدر غير واحد الشخص يقدر يكلف لك حتى 10,000 ولا 8,000 درهم زائد المواكبة اليومية، خص تكون مواكبة يومية زائد العلاج، وشوف واش تقدر تعالجو ولا لا. يعني تكلفة كبيرة، لا تكلفة فاش كنقولوا التكلفة لا من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية، لأنك تطلب منا واحد المجهود يومي، مجهود كبير. تصوروا أن اللجنة اللي كانت مختصة بالعلاج تاع المدمنين كانت متكونة بسبعة ديال الأشخاص، وكانوا كيشتغلوا ليل نهار وما كانوش كيقدوا يقوموا ذاك العدد الكبير. إن الدور نتاعنا احنا كجمعية ماشي أننا غير كنعطوهم الدواء وكنقول لهم هاك سير تاكل الدواء، هذيك يمكن كيديرها الطبيب. احنا كان عندنا المواكبة اليومية، خصنا نمشيو نشوفوا واش خصنا ندير لهم زيارات ميدانية للمنازل تاعهم، نشوفوا واش راهم كياكلوا ذاك الدواء والله راهم كيديروا به شي حاجه اخرى. لان يقدر ذاك الدواء يقدر كان اللي كاين يبيعوا مثلا، كان اللي كان ماشي يبيعوا ولكن ما كيستعملش بواحد الشكل اللي هو مناسب، كيولي كيعطي واحد التاثير سلبي. نقولوا في الابتدائي كاين حاله تعاطي ولكن قليله، نسبه قليله. نقدروا ما بين المؤسسات اللي فتناهم كاملين تلاقينا 3 أو 4 ديال الحالات، من بينهم بنت في سن 12 سنه اللي كتعاطى الحشيش، ولكن حسب تصريحات انها غادرت المؤسسه لانها ما قدرتش تكمل. بالنسبه للثانويات المخدرات، لقينا حالات عديده ديال التلاميذ اللي كيتعاطوا المخدرات، كاينين بنات وكاينين اولاد. ولو بيغ في هذه انهم تلاميذ اللي هما نجباء، تلاميذ اللي جايبين معدلات عاليه في الدراسه ديالهم وكيتعاطوا المخدرات. وسالناهم على كيفاش كيجيبوا هاد الفلوس باش غادي يجيبوا هاد لا كونسوماسيون ديالهم. كاين اللي شويه مسرع عليه، يعني عائلته كيعطيوه الفلوس، ما كيعطيوش الفلوس باش يتخدر ولكن كيعطيوه الفلوس نتاع النهار ديالو باش غادي يمشي للمؤسسه، فوالا لارجون بوش. وكاين اللي كيسرق، كيضطر انه يسرق والديه باش غادي يوفر ديك الكميه اللي غادي يستهلكها. وحسب تصريحات التلاميذ في احدى الثانويات انه المخدرات كاينين داخل المؤسسه فعل بشكل يومي. راه كيجيو عندنا كيدقوا الباب ديالنا عائلات ديال مدمنين، ومدمنين في حد ذاتهم اللي باغيين يتعالجوا، اللي كرهوا هاد الحياه اللي راهم عايشينها في شرك المخدرات. راه الاسره والوالدين والام بالاخص هي الضحيه الاولى في الادمان ديال الابن ديالها. مدينه بركان في حاجه ماسه لمركز لعلاج الإدمان. احنا استبشرنا كما كنذكرها دائما، استبشرنا خيرا ببناء مركز لعلاج الإدمان، ولكن لحد الساعة باقي ما شفناش، ما كاينش